راديا عندنا الفقرات من تيا الاولى راكي تعيطي لنا تما عندك الاختيار عندك لغزك يا فنان تابع شبكتنا كمل مثل الكويز يا دراوين ولوبجي واش تختاري راديا الكويز يلا لا. نشوفوا جينجل كويز يلا شكون هذه الشخصية اللي راهي وراء هذه الصورة؟ على طرف الفيلم يا ربي ساعديني شوية زيدي أكدي مليح شوفي مليح ما تقلقيش راضية عطينا نضحك شوية كيفاش؟ هو فنان؟ هو فنان ايه الشخصية معروفة مبروك 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 تصفيقة حارة على راديا يلا راديا ربحتي معانا ربحتي معانا اكسبريس ياسر اكسبريس 30,000 دينار جزائري يلا نحن نشوفوا الإجابة العنقيت على بالك من اجمل اصوات الجزائر وزيد لا ميم دات كو انا 17 جوان سبحان الله يلا نبقاو دائما مع جوائزنا اليوميه لكم تشوفوا فيها ديجا اول ابل اول نجاح يلا